سيداتي يا نساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجملة الأولى والجملة الأولى هاو ار يو، ازيك؟ هاو ار يو، أخبارك؟ How are you? عامل إيه؟ هاو ار يو، شمسوي؟ هاو ار يو، شخبارك؟ هاو ار يو، كيفك؟ كيف حالك؟ شلونك؟ هاو ار يو، شاكو؟ ماكو؟ خويا وش راك صفا؟ هاو ار يو؟ لبس لبس عليك. How are you? مرحبا، السلام عليكم، كيف الصحة والأحوال ولا ولادي ولا أحفاد؟ How are you? هاو ار يو؟ هاو ار يو؟ هاو ار يو؟ زي ما حضراتكم شايفين الجملة بقت اوفر يوزد، بقت اوفر يوزد، يعني تم الإفراط في استخدامها لدرجة إنها أصبحت جملة بورينج، يعني مملة، عشان كده ما هياش سنسر، بقت انسنسر. يعني ايه انسنسر؟ يعني مش طالعة من القلب. فعشان كده هندور على بدائل، alternatives، بدائل لجملة how are you. والبدائل دي ثلاث حاجات، يا اما بدائل casual يعني غير رسمية، يا اما بدائل formal يعني رسمية، يا اما بدائل funny يعني مرحة كده ودمها خفيف. وهنبدأ بأول حاجة اللي هي casual يعني الغير رسمية، وهنقول جملة how are you doing. How are you doing؟ How are you doing؟ How you doing؟ How you doing؟ How you doing؟ How you doing؟ I'm doing well, thanks. I'm doing well, thanks. I'm doing well, thanks. طب لو سمعنا حد بيقول I'm doing good، good هنا معناها الخير. I'm doing good، أنا أقوم بأعمال الخير، such as charity work، يعني الأعمال الخيرية، charity work. الجملة الثانية how have you been؟ how يعني كيف، و have قد، you أنت أو أنتم أو أنتم أو أنتن يا راجل، و been يعني كنت، و been ده التصريف الثالث من verb to be اللي هو am, is, are, was, were، والتصريف الثالث been. يبقى how have you been يعني كيف كان حالك، والجملة دي تحسها كده ايه friendly، ودودة وفيها حنية وفيها صحوبية وصداقة وأمانة في السؤال. How have you been? How have you been? How have you been? I've been great thanks. I've been great thanks. I've been great thanks. I've been not so good. I've been not so good. I've been not so good. الجملة الثالثة what is going on؟ what is going on؟ what's going on؟ what's going on؟ يعني ماذا يحدث أو إيه الأخبار برضو؟ what's going on؟ nothing much. what's going on؟ nothing much. what's going on؟ nothing much. طب لما تيجي تقول لصديقك إيه الجديد؟ إيه آخر أخبارك؟ تقول له إيه؟ what is new؟ what's new؟ what's new؟ أو تقول له what's new with you؟ what's new with you؟ يعني إيه الجديد معاك؟ what's new؟ الجديد؟ تسأل عن الأبديتس، آخر التطورات اللي حصلت منذ آخر مرة رأيت فيها هذا الشخص. عبارة أخرى أصبحت منتشرة كثيرا هذه الأيام هي what is up؟ what's up؟ what's up؟ يعني إيه الأخبار؟ what's up؟ what's up؟ what's up؟ What's up? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. طب لو عايز تسأل واحد وتقول له أنت بتحبب إيه؟ أو بتنيل إيه؟ أو بتزفت إيه؟ إيه الكارثة اللي أنت بتعملها؟ إيه الكارثة اللي أنت هتعملها؟ تقول له إيه؟ What are you up to? 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 هتنيل إيه؟ What are you up to? What trouble have you been making? What trouble have you been making? Trouble يعني أزمة. يعني إيه الأزمة اللي أنت هتعملها أو اللي أنت بتعملها؟ What trouble have you been making? طب لو أنت علاقتك بالشخص ده سطحية، يعني علاقة طفيفة من بره بره كده، وأنت ما أنتش عارف كتير عن أحواله الشخصية، هتقول له إيه؟ هتقول له الأمور عاملة إيه معاك؟ الأمور عامة. How are things going? 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 طب لو واحد كان تعبان، كان مريض وبتطمن على صحته، أو مريض فعلا دلوقتي وبتطمن على صحته، أو داخل امتحان ومتوتر وعايز تعرف هو حاسس بإيه، هنقول له إيه؟ هنقول له How are you feeling? How are you feeling?
How are you feeling? بما تشعر. How are you feeling? بما تشعر. How are you feeling? بما تشعر. I'm feeling great. أنا كويس. I'm feeling great. أنا بخير. I'm not feeling so good. لست بخير. I'm not feeling so good. لست بخير. طب لو بتسأل شخص عن حاجة محددة والشخص ده عارف الحاجة دي ومش عايز تذكرها لأن هي معروفة، وليكن مثلا بتسأل عن المذاكرة، هتقول له How is it going? How is it going? بتسأل مثلا دخلت عليه المطبخ وهو بيطبخ، فأنت عايز تقول له الطبخة عاملة إيه؟ تقول له How is it going? How is it going? كيف يسري هذا الأمر؟ How is it going? كيف يسري هذا الأمر؟ How is it going? كيف يسري هذا الأمر؟ It's going great. تمام. It's going great. تمام. It's going great. تمام. طب لو واحد كان بيمر ببعض المشاكل وانت الوقت عايز تطمن على المشاكل، تقول له How is everything؟ يعني الأمور ماشية ازاي؟ كل حاجة دلوقتي عاملة ازاي؟ How is everything؟ How's everything؟ كيف يسري كل شيء؟ How's everything؟ كيف يسري كل شيء؟ Everything is okay. كل شيء تمام. Everything is okay. كل شيء تمام. الحياة عاملة إيه؟ How is life? How's life? How is life? الحياة عاملة إيه؟ How's life? How's life? How's life treating you? How's life treating you? إيه أخبار الحياة معاك؟ الحياة بتعمل إيه معاك؟ How's life treating you? يومك عامل إيه؟ How is your day going? How is your day going? أو How has your day been? How has your day been? How's your day been? How's your day been? How's your day been? How's your day going? How's your day going? How's your day going? طب لو أنت مستعجل وعايز تطمن على الشخص ده بسرعة كده، هتقول له إيه؟ أنت تمام؟ Are you alright? Are you alright? Are you alright? هل أنت بخير؟ Are you alright? هل أنت بخير؟ Yes or no. هننتقل الآن للجزء الثاني اللي هو الأسئلة أو الجمل formal، يعني الرسمية. لو أنت في موقف رسمي، لو أنت بتقابل شخص الأول مرة، هتقول له إيه؟ تشرفنا. How do you do؟ تشرفنا. How do you do؟ وأنت بتسلم عليه كده، shaking hands with him or with her، وأنت بتسلم عليه أو بتسلم عليها. اللي يقول لك How do you do؟ تشرفنا. قول له How do you do؟ نفس الرد، How do you do؟ How do you do؟ لو بتسأل شخص برضه بطريقة رسمية وعايز تقول له هل حضرتك بخير، هنقول له Are you well? Are you well? ودي مستخدمة كتيرة في بريطانيا. Are you well? هل أنت بخير؟ Are you well? هل أنتما بخير؟ Are you well? هل أنتم بخير؟ Is he well? هل هو بخير؟ Is she well? هل هي بخير؟ Is Ahmed well? هل أحمد بخير؟ طب لو شخص حصل على وظيفة جديدة مؤخرا وانت عايز تطمن عليه، او حد شغال على مشروع معين وبرضه عايز تطمن عليه، هنقول له ايه؟ How are things coming along? How are things coming along? يعني ايه التطورات اللي بتحصل معاك؟ How are things coming along? How are things coming along? طب نفترض مثلا انك محامي لزوج وزوجة كانوا متخانقين مع بعض، وانت عايز تطمن دلوقتي وعايز تعرف الامور عاملة ايه دلوقتي، هنقول ايه؟ How is everything coming together? How is everything coming together? يعني الامور ماشية ازاي دلوقتي، عاملين ايه مع بعض؟ How is everything coming together? How is everything coming together? How is everything coming together? لو عارف ان الشخص ده تعبان وعايز تطمن على صحته، هتقول له How is your health? How is your health؟ يعني كيف حال صحتك؟ How is your health؟ How's your health؟ How's your health؟ كيف صحتك؟ How's your health؟ نفترض بقى ان الشخص ده انتوا الاتنين انتيم قوي وصحاب قوي ومفيش بينكم اي رسميات، بدل ما تقول له How do you do؟ هنقول له How do you؟ How do you؟ يعني عامل ايه؟ How do you؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. المطلوب منك دلوقتي هتسمع الفيديو كمان مرة، بس المرة دي معاك الورقة والقلم، وتكتب فيها كل اللي احنا خدناه النهاردة من جمل وأسئلة وتعبيرات. المطلوب منك تكتب جملة أو جملتين في كومنت أسفل الفيديو، وما تنساش تقول لي أنت بتتابعني من أي دولة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب،
لايك كومنت فيفرت.